يا من وهبتم دماءكم الزكية رخيصة من أجل إرواء شجرة الحرية، يا من تصديتم بالسنور حارية لرصاص الغدر والإرهاب في عنفوان الثورة الشعبية السلمية التي بدأت تباشير انتصارها ينوح في الأفق في انفجار التناقضات والصراعات بين أطراف النظام المتهالك والتصدع آليات وأجهزات القمعية. بين العديد من التنظيمات والائتلافات العسكرية في ساحة التغيير بصنعاء، وما أسفر عن هذه اللقاءات من وقفات وقراءات نقدية جادة وتحليلات موضوعية للمشهد السياسي، وما يتطلب ذلك من البداية والآليات لتغيير أمنية وعسكرية وسياسية مؤثرة لجماهير الثورة عن صيغة اتحادية جديدة باسم اتحاد أحرار القوات المسلحة. والتي ينطوي فيها الائتلافات التالية: ائتلاف كمحصلة طبيعية لوعي هذه التنظيمات العسكرية المرابطة في ميادين الحرية والتغيير بصنعاء، ويصبح هذا الاتحاد رافدا اساسيا من روابط الفعل الثوري العسكري والشعبي، واحدى الوسائل التصعيدية التي يراهن عليها الثوار باعتبار ان اتحاد الجديدة. والتي أصبحت تتشكل في ساحة التغيير وميادين الحرية في جميع المحافظات اليمنية. إن قيام اتحاد أحرار القوة المسلحة والأمن في هذه الظروف تحديدا إنما يؤكد قدرتنا على إمتاج المزيد من الأساليب والوسائل اللازمة لقيام الدولة المدنية الحديثة، والتي أخذت تتشكل في وعي المجتمع ويعيد إنتاج معارفهم العسكرية والسياسية والثقافية والفكرية والعسكرية، وأصبحت حاضرة في وعي الثورة ومفردات خطابها الثوري. إن اتحاد القوات المسلحة والأمن هو عملية إدارية. تنامى في إطار وعي المجتمع بالدولة المدنية الحديثة والنظام البرلماني والتعددية الحزبية والسياسية والمواطنة المتساوية التي تقتضي في ظلها الصراعات والتباينات الاجتماعية وتنتهي في ظلها قضية الجنوب وصادة ومختلف قضايا الوطن الساخنة، وهي القضايا التي تتصدر أهدافنا، وسنعمل على حلها بالتعاون مع جميع القوى الشبابية والسياسية الحية واتسعت لتستوعب مختلف قوى التغيير والتحديث. ففي هذه الساحات فجرت الجماهير ثورتها، وفيها وتيارتها من مختلف المشارب الثقافية والفكرية التي تختزل نضالنا وتاريخ ثورتنا في مختلف مراحل التاريخ.
الحاكم الماضي من أجلها جميعا، ونعلن إننا ماضون في خيارتنا السلمية الديمقراطية، ولدينا كثير من الخيارات السلمية التصعيدية، ونؤكد للجميع بأن الدولة الجديدة قد أصبحت مولودا يحتاج إلى الرعاية. وهذا كان محركا أساسيا للإعلان عن هذا الاتحاد العسكري الموحد. وهذا كان محركا أساسيا للإعلان عن هذا الاتحاد العسكري الموحد الذي يعتبر أحد أشكال خيارتنا الشعبية الجديدة، مستفيدا من معطيات انتصار الثورة السلمية وانخراط الجيش والأنفياء بطواعية بهدف الضغط لتنفيذ أهداف الثورة انطلاقا من فلسفة حكيم الثورة القائل: وطننا نحمي لا نستحقه. عاشت الثورة الشعبية السلمية المظفرة، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، صادر عن اتحاد أحرار القوات المسلحة والأمن بساحة التغيير. والسلام عليكم ورحمة الله.